بعد مسيرة مرصعة بالنجاحات والتتويجات، اقتحم بعض أبطال الرياضة الجزائرية الكتابة من خلال إصدارات جديدة تسرد أبرز محطات مسيرتهم في صورة لاعبي جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا وأيقونة الجيد النسوي سليمة سواكري. الكتاب تحت عنوان سليمة سواكري حزام أسود وقلب أبيض. أنا اللي خيرت هذا العنوان لأنه الحزام الأسود راح تشوفوا من خلاله تقريب أكثر من 30 سنة مشوار رياضي وخبرة منذ بداية يعني خطواتي الأولى في قاعة الرياضة ببرج الكيفان لما كان في عمري 9 سنوات حتى نهاية مشواري في 2008. فيعني مراحل راح نقول حياة عبد الحميد زوبا ما في ما باسيون ان ليفر فيه دو بارت وين يهضر على سون اوتوبيوغرافي الحياة تاعو في الصغر ومن بعد كوم جوار لا دوزيام بارتي لي تكنيك يعني يتكلم سورتو عن لي زونترينور سي لون دي ميور فانت في سيلا لو سبور اي موبيليزاتور اي ليديسيون كي سوي تنجم ال بو كونيتر ان سوكسي كبير. بدورهم محترفو الصحافة الرياضية لم يبخلوا في تدوين تجربتهم المهنية خاصة مغامراتهم مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية. يعني هذه تجربة ناجحة جدا في دار الأمة سواء في الكتاب حول أفريقيا أو في الرواية التي كتبها نجم الدين وهي أخذت حتى جائزة علي معشي اللي هي خلفيتها طبعا دائما تقعد الرياضة في أفريقيا في قسنطينة في بعض الـ يعني الأندية إلى آخره. ثم آخر كتاب صدر وهو كتاب كذلك لقى رواج جميل جدا وهو يعني إذا كانت خلفيته هي رحلة المنتخب الوطني إلى البرازيل وكأس العالم فالكاتب اللي هو في نفس الوقت يعني صحفي رياضي مكناته أصلا أيضا من كتابة يعني رواية أو قصص شيقة جدا. رواد سيلا 2018 استحسنوا كثيرا إصدارات جديدة للكتب الرياضية فاعتبروها مرجعا لكل من يريد كتابة فصل من فصول تاريخ الرياضة الجزائرية. C'est une grande référence pour le football algérien, surtout pour les jeunes. Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire du football algérien à travers Zouba, il peut découvrir beaucoup de choses. لازم واحد يخلي الاثر نتاعو وخاصه اذا كان ينبع من تجربه وينبع من شيء يعني شافه او مارسه وبالتالي احنا نقولوا في مش غير في التخصص الرياضي في اي تخصص ماذا بينا اي واحد يدير التجربه نتاعو حتى تكون اولا هو يترك اثر وثانيا يستفيدوا الاجيال اللي بعده ان شاء الله. تصدر الكتاب الرياضي قائمه مبيعات دور النشر قد يشجع اهل الرياضه لولوج عالم الكتابه في وقت قلت فيه اصدارات توثق عديد الاحداث في عالم الرياضه.